اي حد بيطلع يتكلم عن تالتة سنة وبيطلع يقول انها سنة سهلة وجميلة وهي بس عبارة عن تنظيم وقت والموضوع بسيط، بس السنة حرفيا حصل فيها حاجات اكتر من كده بكتير. والصراحة بما ان انا كنت دفعة 2020 فانا شايف ان فيها احداث كتير حصلت تستحق انها تتحكي. السنة بتاعتنا كانت متقسمة على 5 مراحل، ترم اول، ترم تاني، وقت الحظر، وقت التأجيل، وقت الامتحانات. فخلينا الاول نروح لبدايتنا في شارع النصر، المكان اللي بدأ منه كل حاجة تقريبا. ده اكتر مكان بالنسبة لي بيعبر عن تالتة ثانوي لان هنا بدأ كل حاجة. فخلينا نبتدي على طول في الحكاية بتاعت تالتة ثانوي. الترم الاول كان ماشي بشكل كويس، ما كانش فيه تقريبا مشاكل كبيرة، في شوية مواد وقعت بس كان الموضوع ماشي بشكل لطيف نوعا ما. بعد كده خدت اجازة 5 ايام تقريبا، رجعت منها بدأت اراجع المواد اللي كانت واقعة مني، وبعد ما رجعت بدأت ابقى اشيل في المواد والكويزات كده. الفايل دوت تقريبا فيه كل الكويزات والامتحانات اللي انا شلتها على مدار السنه. دي حاجه حلوه ان انت تشيلها عندك، كل الحاجات اللي انت سقطت فيها مش الحاجات اللي انت نجحت فيها. اغلبهم طبعا هيكونوا كويزات كيمياء لان انا تقريبا كنت بشيل كويزات الكيمياء بالحصص. بعد كده لقيت ان الدنيا ماشيه بشكل غلط، انا عمال بشيل في الامتحانات والكويزات ومش عارف الم اي حاجه. قررت ان انا اقعد الم في القديم علشان ايه افهم الجديد، لقيت ان انا القديم بيقع والجديد بيقع، فتقريبا كل حاجه كانت بتبوظ. بعد كده حاولت ان انا الم الجديد على اساس ان ايه حتى لو استوعبت منه 20% ولا حاجه والباقي هبقى المه في المراجعات. بس حصل بعد كده اللي انا ما كنتش متوقعه، حصل بعد كده حظر كامل والدروس كلها وقفت. اوكي، المدرسين اجلوا كل الدروس بتاعتنا اسبوعين وقالوا ان احنا هنرجع تاني بعد الحظر، ومفيش تقريبا غير مدرس الماس الوحيد هو اللي شغال، والمفترض ان احنا هنستغل الفتره ديت علشان نراجع على المواد والحاجات اللي وقع مننا، وده عن نفس اللي انا هعمله يعني. بصراحه اتمنى ان احنا نرجع تاني للسنه دي، هيبقى موضوع احسن اكيد، بس الحاله طبعا بتزداد ما بتقلش، فغالبا هنفضل بالمنظر دوت مش هنرجع. ما بحبش ابقى متشائم بس يعني ده اللي قدامي يا ربنا يسهل. في الفترة دي قعدت الم حاجات كتيرة من اللي كانت واقعة عليا، وعلى اساس ان احنا خلاص كمان اسبوعين وهننزل تاني بس ما نزلناش، خدنا تأجيل تاني وتأجيل تالت وتأجيل رابع وفضلنا كده لغاية الامتحانات. وبعد كده حصل ان تقريبا اخر المنهج كله اتلغى اللي هي الحاجات اصلا ما كنتش عارف المها، فلما اتلغت تقريبا بقيت في السليم والدنيا كانت ماشية كويس. في الوقت دوت كان في مدرسين شغالين اونلاين ومدرسين مش شغالين اصلا، ومدرسين تقريبا بيجي لك فيديو هو كل شهر ولا حاجه، فكان نوعا ما العمليه صعبه. بدانا في فتره المراجعات والصراحه لمينا مواد كتيره جدا، وجيت في الاخر كان في مواد انا ما لحقتش المها بالشكل اللي هو يأهلني ان انا ادخل امتحان، بس كان خلاص تقريبا ما فيش وقت، لازم تقفل المواد، لازم هو خلاص محدد انت كل ماده هتقفلها امتى وخلاص على كده علشان لازم تفتح العربي. لكن يحصل حاجه مش متوقعه انها تحصل في ثالثه ثانوي، هو قرر تاجيل اسبوعين. فتره اسبوعين ممكن تبان حاجه قليله بس الصراحه فرقت في حاجات كتيره جدا. في مواد كتيرة جدا انا كنت واقع فيها تقريبا قفلتها بشكل كويس يسمح لي ان انا اقدر اقول ان انا اقدر ادخل بها امتحان المرة دي، وربنا يستر يعني. المرة دي قفلت المواد وكنت نوعا ما مطمن، وكانت اول مادة هي العربي رغم ان انا حليت فيها وكل حاجة، بس حسيت برضو ان لسه في قلق. كنت لغاية يوم الامتحان الصبح كنت قاعد ببعت اسئلة على الجروب اللي انا عامله انا واصحابي وكده، والامتحان بتاع العربي عدى اي نعم اتعوقت فيه بس عدى. وبعد كده كان يوم امتحان الانجليش وكان المفروض ان اكتر مادة مطمن لها بس ما حصلش اللي انا كنت متوقعه. المفترض انها كانت عباره عن ماده لم درجات بالنسبه لي، لكن كان بيحصل ان انا ليله الامتحان اجي احل اي امتحان من امتحانات السنين اللي فاتت بغلط ب7 غلطات في التشوز لوحده. حتى يوميا بعت الاسيستنت بتاع الانجليش والمدرس ان انا مش عارف اعمل ايه، وهم الصراحه طمنوني ان انت لا عادي طالما انت بتتعلم من الغلط مفيش مشكله. انا حاسس ان هم كانوا بيحاولوا يسلكوا لي الموضوع اللي هو علشان بس يطمنوني، لكن هي كانت مصيبه تقريبا، بس في الاخر حليت كويس في الانجليش وجبت درجه عاليه. دخلنا بعد كده المواد العلميه، ودي كانت تقريبا اكتر مواد انا كنت ببقى مطمن فيها بحكم انها كانت اكتر مواد انا مذاكرها، بس كان في النص في الالماني، والالماني تقريبا هو اكتر ماده انا كنت خايف منها. نفس اللي حصل في الانجليش، بس ليله الامتحان حصل حاجه كانت غريبه شويه. في ورق كتير جالي اللي هو ورق مراجعات ورق جرايد والكلام ده كله، ودخلت الامتحان لقيت تقريبا نفس الافكار اللي انا كنت حللها اليوم اللي قبليه جوه الامتحان نفسه. وعايز اقول لك الموضوع ده تقريبا حصل معايا كتير على مدار الامتحانات. انا لغايه النهارده فاكر يوم امتحان الفيزياء لقيت واحد صاحبي قبل الامتحان بالظبط لقيته بيقول لي سؤال كده من اللاشيء اللي هو بقول له ازيك، بيقول لي خد بالك من السؤال دوت، والسؤال ده فعلا ما كنتش اعرفه. دخلت الامتحان لقيته اول سؤال قدامي، والامتحانات خلصت والصراحه كانت فرحه جميله ان اخيرا الامتحانات اللي احنا شغالين فيها ديت خلصت. وكنت فاكر ان انا هروح انام بقى وكده وخلاص يعني، وان انا هريح من تعب السنه. لا انا روحت حرفيا ما نمتش، فضلت طول اليوم صاحي اللي هو مش عارف اعمل ايه. لقيت النتيجه كان تقريبا عندي احساس غريب نوعا ما ان انا هجيب يا 89 يا 97، مش هجيب حاجه في المتوسط. تاني يوم صحوني الصبح بدري على اساس ان انا طالع من اوائل الجمهوريه، وطبعا ما طلعتش يعني.
كنت طبعا متعصب لان انا ولا نايم كويس ومستني النتيجه تطلع كمان شويه. الاعلان عن النتيجه كان المفروض ان هو يبقى الساعه 12، بعدها خلوها الساعه 1، بعدها خلوها الساعه 2، والنتيجه اصلا طلعت الساعه 3، وبعدها طلعت النتيجه وكان مجموع كويس. وبعد كده كده كتبت تنسيق وكتبت كليه هندسه والحمد لله جت لي. لو في حاجه واحده ممكن تستفيدها من الموضوع دوت، ان انت ايا كانت الظروف لازم تستغلها في صالحك. انا كنت شايف موضوع الحظر دوت حاجه وحشه جدا ان احنا قاعدين في البيت وشغالين اونلاين، لكن لما باجي ابص لها دلوقتي لقيت ان دي كانت احسن حاجه حصلت تقريبا على مدار السنه. انت عمال بتلم الحاجه في البيت والدارسين شغالين معاك اونلاين، لا كان فعلا في فرق كبير. ما اظنش ان انا كنت اجيب مجموع لولا الموضوع دوت. فيا هي دي قصه الثانويه العامه. كنت اتمنى ان انا اصور فيديوهات وانا في ثانويه عامه لو بوثق فيها اللحظات بتاعتي، كان هيبقى موضوع لطيف قوي. لازم ما عيدش نفس المشكله دي تاني، لازم لازم. بعد كده حاولت ان انا ابتدي الم في الجديد. بعد